Let's learn English. دعونا نتعلم اللغة الإنجليزية. Our lesson for today is going to be about irregular verbs. English lesson. درسنا لنهار اليوم سوف يكون عن الأفعال الغير منتظمة في اللغة الإنجليزية. يعني في صيغة الماضي. So, what is an irregular verb? ماذا يعني الفعل الغير المنتظم في اللغة الإنجليزية؟ Verbs that cannot be conjugated without changing the original word. رأينا في الدرس السابق والذي قمت بشرحه عن الفعل الماضي وقمنا بتحديد هوية وأنواع الأفعال في الزمن الماضي وقلنا بأنها تنقسم إلى نوعين الأفعال المنتظمة والأفعال الغير منتظمة ارتباطاً بالزمن الماضي إذن هنا اليوم راح نشوف بالتفصيل ما معنى الزمن الغير منتظم في الزمن الماضي هذه الأفعال هي عبارة عن أفعال لا يمكن أن تصرف دون أن تقوم بتغيير شكلها أو شكل الكلمة ككل يعني الشكل الأصلي للكلمة It means some verbs are called irregular verbs. They don't follow the regular rules of adding the letters ed when making the past tense. يعني بعض من هذه الأفعال غير منتظمة لا يمكن لها أن تتبع القاعدة المحددة مثلها مثل بقية الأفعال المنتظمة الأخرى وتأخذ شكل الed. لأنه في الفعل الماضي قلنا بأن الأفعال المنتظمة دائما ما تأخذ الed كحركة في نهاية الكلمة. على عكس الأفعال الغير منتظمة هي الأفعال يعني التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة وتقوم بتغيير شكلها الأصلي من الجذر يعني لا تلتزم بالقاعدة Here are some examples of irregular verbs in present and past tense For example, لدينا أنواع متعددة من هذه الأفعال وهي لا تحصى ولا تعد في اللغة الإنجليزية يعني هي كثيرة جداً عندي the verb to know في الفعل المضارع يعرف هنا في الفعل الماضي لم يأخذ إيدي وإنما أصبح متغيرا تماما يعني أصبح new catch يمسك cough أمسك to sleep ينام slept نام feel يشعر felt شعر buy يشتري bought اشترى get يمسك got أمسك يعني أن الفرق ما بين هذه الأفعال المنتظمة والغير منتظمة هو أن الأفعال المنتظمة تحافظ على شكلها فنعطيها ed في الزمن الماضي سواء في past participle يعني الفعل الماضي المقترن بمساعدة الأفعال أو في فعلها الماضي يعني العادي أما للأفعال الغير منتظمة اعتماداً على اسمها فهي يعني تتقيد باسمها تماماً فعل غير منتظم يعني يقوم بتغيير شكله الأصلي تماماً عندي هنا regular verbs الأفعال المنتظمة هي أفعال ضعيفة يعني weak verbs past form ends with ed or d or t or with or without a base change يعني هنا الأفعال المنتظمة هذه هي عبارة عن أفعال ضعيفة وتنتهي إما بإيدي وإما بالدي وإما بحتى حرف التي لماذا؟ لأنها اعتمادا على الشكل الأساسي انتهى مثل مثلا نحن نقول play played played الفاول هنا why حطيت الإيدي عندي الفعل يعمل work worked worked عمل عمل عندي keep يحتفظ kept kept عندي bleed bled bled ينزف عندي set 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 لم تغير شكلها يعني هنا الكثير من الأشخاص يعتقدون بأن هذه الأفعال كيما keep وbleed وset هي أفعال غير منتظمة يعني يعتقدون فقط بأن الأفعال اللي تنتهي بالإيد ولا بالدي هي الأفعال المنتظمة على عكس هذه الأفعال التي تغير شكلها إذن هو العكس تماما لماذا؟ لأنه يمكن لها أيضا أن تعتبر منتظمة وفي نفس الوقت غير منتظمة لماذا؟ سوف نرى ذلك الآن مع الشرح Irregular verbs
past form is not based with ed or d. الشكل تاعها الأساسي لا يعتمد على إضافة الـ ed أو الـ d، وإنما هي أفعال قوية strong verbs past form ends with an or en or ne and or base change. يعني التغير تاعها راح يكون على مستوى الشكل ككل. As mentioned before, irregular verbs change their spelling sometimes completely to make the past tense. يعني كما أشرنا سابقا، الأفعال المنتظمة تقوم بتغيير نطقها تماما من أجل الحصول على زمنها الماضي. Example، عندي هنايا bring brought، يحضر أحضر، eat ate، يأكل أكل، see يرى saw رأى، buy يشتري bought اشترى. There are also irregular verbs whose spelling remains the same regardless of the verbal tense in which they are being used as seen in the chart below. يعني هنا عندي توجد بعض الأفعال الغير منتظمة والتي لا تغير شكلها، لماذا؟ تبقى محافظة عليها من أجل أنها تقوم بخلق فعلها الماضي. مثلا عندي in the present to let يدع، الماضي نتاعو قعدت let لم تتغير. عندي cat يقطع، قعدت أيضا في الماضي cat. put يضع put. hurt يجرح hurt إلى آخره. يعني توجد أفعال، الأفعال الغير منتظمة هذه تنقسم إلى أربعة. عندي هنا بعض الأفعال الغير منتظمة. عندي infinitive وهي المصدر نتاع الفعل، لم يغير نفسه ولم يقترن بأي زمن معين. عندي هنا خانة past simple اللي هي خانة الفعل الماضي، و past participle اللي هي خانة الفعل الماضي أيضا لكن مرتبط ب كما قلنا بمساعدات الفعل. إذن هنا عندي to find يجد، found found. إذن هنا قاعد نلاحظ بأنه found غيرت شكلها من infinitive في الفعل الماضي، لكن هنا مع past participle حافظت على شكلها في الماضي. إذن نقول found found. هذا هو النوع الأول من التغيرات نتاع هذا الزمن غير منتظم. To fly يطير، flow flown. يعني هنا أيضا غير من الشكل تاعه في past simple وغير أيضا في الشكل تاعه في past participle. Forget forgot forgotten ينسى. To forgive يسامح، forgave forgiven. To get يحصل، got got. To give يعطي، gave given. To go يذهب، went gone. To have يملك، had had. To hit يضرب، hit hit. To hold يرفع، held held. To hurt يجرح، hurt hurt. يبقى هنا إذن محافظ على نفسه. هذا النوع الثالث اللي هو يبقى محافظ على الانفينيتيف كيما على الباست سيمبل كيما على الباست بارتيسيبل. إذن تغيرات متعددة تطرأ على مستوى هذه الأفعال، لذلك سميت بالأفعال الغير منتظمة لأنها غير منتظمة في الشكل ولا في الكتابة ولا تحافظ على نفس الشكل في المصدر ولا في الفعل الماضي. إذن هنا سوف أقوم بشرح بعض معاني هذه الأفعال. Awake awoke awoken يعني يستيقظ. To be يكون، was were. Been blow يعصف، blow blown. Build built built يبني. Buy يشتري، bought bought. Catch يمسك، cough cough. Choose يختار، chose chosen. Dream يحلم، dreamt dreamt. Drink يشرب، drink drank. Quit يستقيل، quit quit. Ride يركب، rode ridden. Run يجري، run run. Say يقول، said said. Sick يلتمس، sought sought. Sell يبيع، sold sold. Send يبعث، sent sent. Shake يرتعش، shook shaken. Abide يلتزم، abode abode. Arise يرتفع،
arose, arisen. Awake, يستيقظ, awoke, awoken. To be, يكون, was or were, been. Beer, يولد, bore, born. Beat, يضرب, bit, bitten. Become, يصبح, became, become. Befall, يسقط, befell, befallen. Beget, begot, begotten. يحصل. Begin, يبدأ, begin, began. Behold, يشاهد, beheld, beheld. Band, يربط, bent, bent. Bereave, يفقد, أو يسلب. Bereft, bereft. Beseech, يتضرع, besought, besought. Beset, يتخطى, beset, beset. Bespeak, يخاطب, bespoke, bespoken. Bestride, يتخطى, bestrode, bestriden. Bide, يعوق, bade, biden. Bind, يربط أو يوثق, bound, bound. إلى آخره, والقائمة طويلة جدا. You need to keep all the irregular verbs by heart in order to distinguish between every verb apart. يعني من أجل التفريق بين كل فعل على حدة. لماذا؟ لأنه عندي القائمة تاع هاد الأفعال راهي تمشي بالتسلسل الألفبائي with an alphabetical order، يعني تمشي بالتسلسل الهجائي. مثلا عندي حرف البي، القائمة نتاع الأفعال اللي تبدأ بالحرف الآي وحدها، وعندي مثلا اللي تبدأ بحرف البي تاني طويلة بزاف وتتشابه. يعني توجد أفعال مثلا كي to fall، يقع بفول ارتبط بها هذا البي. لماذا؟ لأنها قادرة ترتبط بسوابق كما نقولوا حنايا prefixes. مثلا تاني عندي الأفعال نتاع under، أيضا الprefix over، سوابق كثيرة ومتعددة. لذلك يعني كي تشوفها تقول بالك راهي نفس الأفعال، لكن في الحقيقة هي راهي مختلفة. إذن تحتاج فقط إلى التركيز من أجل التمكن من هذه القائمة. أيضا توجد هذه القائمة التي تحتوي على 101 فعل غير منتظم، يعني أيضا رايح تقوم بحفظها عن ظهر قلب، والاستعانة من المعاجم لتفسير المعنى. هي أفعال مهمة جدا في مسار تعلم اللغة الإنجليزية في أي مرحلة وفي أي مستوى تعليمي، يعني سواء كان في الابتدائي، الثانوي أو حتى في المتوسط. كان هذا درسنا لنهار اليوم، أتمنى أن شرحي كان مفصل ودقيق. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات اتركوها أسفل الفيديو، بإذن الله سوف أجيب على كل تساؤلاتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديدي، كما لا تنسوا نشر القناة لتعم الفائدة. نلتقي في درس قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.